استكمالا لمشهد مشاهد يوم القيامة كي نعود إلى الله عز وجل، أخرج البخاري بصيغة مختصرة والإمام أحمد بصيغة مطولة وحسنه الشيخ في صحيح الترغيب والترهيب من حديث جابر بن عبد الله قال، ركزوا معي كده في الحديث ده، حاجة غريبة جدا، شيء عجيب وغريب. قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يقول النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت ان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع واحد في الشام. ايه يا عم انت في المدينة؟ ايوه روح الشام. تروح الشام تعمل ايه؟ اروح اشوف الحديث ده. معقول يا جماعة؟ المسجد بجوار بيتنا والشيخ بيتكلم عندي وانا في المسجد ما عنديش استعداد اجلس، الشيخ بجواري يتحدث بين المغرب والعشاء او في التلفاز او في الراديو او في اي حاجة، انا فاضي يا عم. الرجل يركز. ده العجب عندي في الحديث ان الرجل جابر بن عبد الله رضي الله، جابر مقيم في المدينة، يقول اشتريت بعيرا. ليه يا حبيبي؟ عشان تبقى عندك حلال وتربي؟ لا لا لا، ما ليه تعمل ايه؟ عشان اشد علي رحالي الى الشام. رايح فين يا عم؟ مكست شهرا في الطريق بين المدينة والشام شهر بالبعير. رايح فين يا عم؟ قدمت الشام. وصل الشام فاذا عبد الله بن انيس، عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في الشام، فقال حديثا، قال جابر لعبد الله بن أنيس، لعبد الله بن أنيس: يا عبد الله، يا عبد الله، حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه، حدثني يا حبيبي. والله ماذا أقول لنفسي ولأمتي؟ رجل يشتري بعيرا خصيصا ويذهب الى الشام شهر كامل بين المدينة والشام عشان يسمع حديث، وانا الحديث بجوار بيتي في المسجد لا ما عندي استعداد اسمع. هو ده الفرق بيننا وبينهم، هذا هو الفرق بين الذين فازوا بالدنيا والاخرة معا. لا اقول لك خسر الدنيا، لا، فازوا بالاثنين. طب يا ترى احنا فزنا بايه؟ احنا فزنا بالدنيا؟ لا يا حبيبي، احنا لم نفز بالدنيا، حتى الذين ربحوا فيها غير مرتاحين نفسيا كما أعلم جيدا. نذهب إلى الشام مع سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. سمعني يا أنيس، يا عبد الله بن أنيس، ماذا سمعت؟ قال: قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العباد يوم القيامة، أو قال في نص آخر: عراة غرلا غير مختونين. عراء غرل يعني مش مختونين، يعني كما ولدتهم وماتوهم. بهما، قال: قلنا وما بهما؟ عراء عارفين وغرلا عارفين، غير مختونين. طب بهما؟ قال: ليس معهم شيء. عار يا حبيبي كما ولدته امه، ادي بهما مش حاجه خالص، لا واخد فلوسه معاه ولا واخد بتاع الفيزا كارت معاه ولا الاي تي ام ولا معاه حاجه خالص. غمض عينيك كده وعيش اللحظة دي، هل تستطيع أن تقف في هذه اللحظة؟ ماذا تقول في هذه اللحظة وما عندك شيء إلا ما قدمت؟ ثم يناديهم رب العزة والجلال بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من القريب والبعيد، كل سامع. ماذا يقول ملك الملوك في هذه اللحظة؟ أنا الديان. الله، اشمعنى أنا الديان؟ يعني لما قلته قبل ذلك، أنا الديان، أنا الملك. ترتعد فرائس الناس كلها، احنا نرتعش من دلوقتي لما يقول أنا الديان أنا الملك. هيحكم يا حبيبي. لا ينبغي، هذا كلام الله عز وجل، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. هذا الجزء الأول. لا ينبغي لأحد من أهل النار، أهل النار بدأ بأهل النار وتفكر أنت دخلت الجنة خلاص حقوق يا حبيبي. لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، خليها على الشمال يلا، أن يدخل النار وله حق عند أحد من أهل الجنة حتى أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة
ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه. اللي من أهل الجنة، اللي من أهل الجنة عنده حق عند واحد من أهل النار لازم ياخده، والعكس. حتى اللطمة، إيه؟ حتى اللطمة، يعني ليه لطمة؟ واحد عمل واحد كده، يا ده احنا عندنا الناس بتعمل في الناس ما شاء الله حاجات ولا في دماغها الآخرة. عشان كده مش عايز اسمع شكوى، لا اريد ان اسمع شكوى. احنا في عز الان، احنا اللي بنعمله يستدعي حياة اسوأ، لكن الله بفضل سبحانه وتعالى وبفضل الناس الطيبين بينا نعيش في هنا وسعادة مهما كان. تقول لي غلاء وباء، كل ده بسبب اعمالنا. قلنا كيف؟ حتى اللطمة، تعال انت لطمته ادي له حقه. طب ما معيش انا بهمن عالي، ما معيش حاجة. حسناتك يا حبيبي اديله، يمكن تطلعه من النار. هات يا حبيبي، هات لو عندك حاجة اديله ياخد ويزيد في جهنم الآخر. وإنما نأتي عراة غرلا بهما. قال ازاي يعني هيعمل ايه يعني؟ طب احنا عراة وبهم، انسدد ازاي؟ قالوا من الحسنات والسيئات يا حبيبي. إنما يحدث توفية الحقوق يا أحبتي في الله بأن يأخذ المظلوم من حسنات الظالم، فإن فنيت أخذ من سيئاته. انتبهوا لهذا اليوم، انتبهوا، هو قريب لا ندري متى.